السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم معايا في قناتي وصفات أم هيثم. نتمنى تكونوا بألف خير وعواشركم مبروكة، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم يعني تشكيلة من الحلويات الاقتصادية بأشكال مختلفة وبمذاقات إن شاء الله مختلفة. غنحتاجو في المقادير ديال العجين الأساسي، عندي هنا 250 غرام المارغرين، عندي كاس ونص ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، جوج بيضات كبار، عندي ساشي ديال خميرة الحلويات 8 غرام، وساشي ديال الفانيلا 7.5 غرام، وعندي الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات، عندي هنا كيلوغرام. وبطبيعة الحال الدقيق كيبقى حسب الخليط وحسب الحجم ديال البيض والنوعية ديالو. غادي ندوزو دابا إن شاء الله لطريقة التحضير. هنا غنبداو على بركة الله، جبت القطرية درت فيها شوية ديال الملحة، ضرورية هي عندنا في الحلويات. وغادي نجيب سكر سنيدة كاس ونص، غادي نجيب هذاك الكاس ديال الزيت، نجيب الساشي ديال الفاني، وغادي نخدم هادو مزيان مع بعضياتهم حتى غادي نذوب شويه داك السكر بايدي، وعاد نضيف البيض من بعد. من بعد ما خدمت هذاك السكر والزبده والزيت مزيان حتى ما بقاوش كيبان لنا داك الطريفات ديال الزبده، يعني خدمتها مزيان، غادي نضيف ليها دابا البيض وغادي نخلطها حتى هي مزيان، حتى غادي تندمج معاهم، حتى غيندمج البيض مع الخليط ديال الزبده والزيت والسكر. هنا من بعد ما خدمت هذاك البيض مزيان مع الزبده والزيت والسكر كيولي لنا هكا على شكل كريمه، فانا غادي نبدا نضيف الدقيق، وغادي نزيد كذلك داك الخميره ديال الحلويات 8 غرام، وغادي نجمع الخليط. هنا حيت غادي نقسم العجينه، يعني غادي يكون فيها مازال غادي نزيد ليها اضافات، فانا ما غاديش ندخل ليها الكميه كامله ديال الدقيق اللي خاصها، غادي نخليها شي شويه خفيفه، ويلا بقى خاص دقيق من بعد غادي نزيدو. الا كنتو غديروا غير شكل واحد فالعجينه بطبيعه الحال كتجمعوها كتدخلوا لها الدقيق غير بشويه، العجينه كتكون رطبه، كنديروا فيها صباعنا وكنخرجوه منقيين، تما غادي تكون العجينه واجده. انا غادي ندير ليها الدقيق وغادي نخليها خفيفه شي شويه ومن بعد نتلاقاو. فانا هنا جمعت العجين، هو كما كتشوفوه راه مجموع، ولكن راه مازال خاصو شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد الحفينه ديال الدقيق، فما غاديش نزيدها ليه، غادي نخلي كما قلت لكم خفيف شويه. وغادي نقسم العجين كميه، غادي نزيد ليها واحد المعلقه ديال الكوك اولا جوز الهند، وغادي نخلطها معها مزيان. كميه كما قلت لكم درت ليها هنا الكوك وخلطته مزيان معها، كميه اخرى غادي ندير ليها هنا الكاكاو المر، معلقه كبيره، وغادي نحاول ندخلها غير بشويه، فانا غادي نحيد العجين الاخر باش ما يتوسخش ليا، وغادي ندخل الكاكاو في هذه الكميه ديال العجين. هنا من بعد ما جمعت يعني هذوك ثلاثه الانواع العاديه بالفانيلا بالكاكاو وبالكوك جوز الهند، درتهم في واحد البلاستيكه وغادي نبداو نشكلوهم. الشكل الاول هنا اللي درناه بجوز الهند اولا بالنواه ديال الكوكو، فانا شكلتهم هكا كريات يعني متوسطه الحجم، ما كبيرهش وما صغيرهش، وجبت هذا الطابع كاين فيه الشكل الدائري وكذلك الشكل المربع، فهو المربع صراحه احسن من الدائري ولكن ما توفرش عندي، وغادي نطبعوا به هاد الكريات، وضروري كندوزو شويه في الدقيق باش ما كتلصقش لينا الحلوه فيه. انا غادي نستمر بهذا الشكل، غادي نكملهم وغادي ندخلهم الفران اللي هو سخون نار مهيله يطيبوا على خاطرهم، النار اللي غادي تكون من التحت حتى غادي يذهبوا، ومن بعد ندير لهم النار من الوجه ديالهم حتى غادي يذهبوا كذلك، ونخرجوهم وندوزوا للشكل الثاني. الشكل الثاني هو العجين اللي درناه بالكاكاو، فانا درته هكا في واحد البوق وكنجيب هكا وكندير بحال كندير واحد الحركه دائريه صغيره، كنتمنى تكون واضحه اولا غادي نحاول نديرها في ايدي، فانا كنجيب العجينه بحال هكا وكنرجع للور، خاصني ضروري تكون شاده يعني في الطاوه بهذا الشكل، غنعاودها بحال الشكل ديال الكوكياجه، فانا كنمشي وكنرجع للور ونعاود نولي للقدام. انا غادي نهزها ونحاول نهزها باش تشوفوها كتجي بحال هكا. انا غادي نكمل التشكيل ديال هاد الطاوه كامله،
وندخلها حتى هي الفران اللي غادي يكون سخون، النار اللي غادي تكون مهيله طيب على خاطرها غير بالمهل، ونتلاقاو مع الشكل الاخر. الشكل الثالث هو اننا كنجيبوا العجين اللي هو بنكهه الفانيلا العاديه، كنديروه بين جوج بلاستيكات، كنطلقوه بالدلاك، ومن بعد كنقطعوه بقطعه دائريه الشكل، كنقطعوه كما قلت لكم بقطعه دائريه الشكل بالجهه اللي كتكون سامبل، وغادي نهزوه عادي ونديروه في لاطا حتى غادي نكملوا يعني تقطع الكميه اللي بغيت، ونوريكم طريقه ديال التزيين ديالو. هنا الشكل الثالث، من بعد ما شكلت يعني حليوات هكا على شكل صابلي اولا دوائر، فانا جبت واحد البوق اولا واحد البوش على شكل نجمه، عنده خمسة ديال جناب ولا خمسة ديال القنات على شكل نجمه، وغادي نصايب به هذا الصابلي. كنتمنى يكون باين، فكنجيب هكا البوق اولا العجينه وكندور على الجناب ديال هاد الحلوه الدائريه، كندور عليها بهذا الشكل. غنعاود وحده اخرى، كنجيب في الجنب وكنبقى غدا وكندور، كنحاول ندير واحد الدائره ولا واحد الحاجز من فوق منها. من بعد هاد الحفره ملي غادي يطيب الصابلي، فانا غادي نعمرها بالمربى ولا الشوكولا ولا باش كتفضلوا. انا غادي نستمر غادي نكملها كامله، وتا هي غادي ندخلها الفران اللي غادي يكون سخون ونار اللي هي مهيله بمعنى الكلمه، مهيله كما كطيبوا الكيك او اقل، مش كيطيب على خاطرو، لان هنا عندنا جوج طبقات ديال العجين، كيطيب على خاطرو كيجي طايب مزيان، وغادي نتلاقاو مع التزيين ان شاء الله. بالنسبه للشكل الاول، بعد ما كيطيب بحال هكا وكيذهب اللون ديالو، يعني كيكون صراحه خاصو يطيب على نار اللي هي مهيله بزاف باش كيجي هشيش وكيطيب على خاطرو وكيذهب اللون ديالو. فانا ذوبت هنا شويه ديال الشكلاط الاسود، غادي نجيب الحلوه وغادي نغطسها يعني غير النصف ديالها، وغادي نحطهم، غادي نكمل الكميه كامله بهذا الشكل. غادي نغطس ليها غير النصف ديالها في الشوكولا السوداء اولا الشوكولا البيضاء اللي كتفضلوا، ونكملوهم ونتلاقاو مع الشكل الثاني. الشكل الثاني هو هذا، من بعد ما كيطيب كيجي على شكل حلزوني صغيور. فشنو غادي نديروا ليه؟ عندي هنا الشوكولا البيضاء اللي ذوبتها واحد الكميه قليله، وغادي نلاقي جوج الحبات مع بعضياتهم بهذا الشكل. غادي ندير الشوكولا البيضاء، غادي نلاقيهم وغادي نغطس ليهم هاد الجهه التحتانيه اللي كتكون رقيقه بهذا الشكل. انا غادي نستمر غادي نكملهم كاملين وندوزو معاك كذلك الشكل الثالث. بالنسبه هنا للشكل الثالث والاخير، هذا اللي درنا كذلك كما قلت لكم ضروري يطيب على نار مهيله، لانه كيكون يعني فيه جوج طبقات ديال العجين باش كيطيب مزيان وكيجي مقرمش. هنا غادي نحاولوا نعمروا هذا الفراغ اللي كيبقى في الوسط، باش غادي نعمروه انا غادي نجيب هنا واحد الكميه من المربى ديال الفراوله اولا المشمش، اولا بغيتو ديروا يعني خليط ديال النفاج والجليكوز. غادي ندير هنا جوج معالق كبار، غادي ندير لهم معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ويعني وباش نعزز النكهه واللون ديال هذا الخليط غادي ندير ليه واحد الكميه قليله تقريبا ربع ملعقه ديال النكهه ديال الفراوله، وغادي ندير هذا الشيء كله فوق النار على نار مهيله حتى غادي يطبخ مزيان، وعاد نعمر به هذه الحلوه. هذا الخليط من بعد ما طبخ مزيان، الغرض من اننا نديروه فوق النار حتى غادي يطبخوا على نار مهيله بطبيعه الحال، هو ان داك المعلقه ديال السكر اللي درنا كتساعد المربى باش كيولي معلك. كما قلت لكم ممكن ديروا مربى ديال المشمش النكهه اللي بغيتو، كذلك ممكن ديروا خليط ديال الناباج والجليكوز اللي هو جوج معالق ديال الناباج مع معلقه ديال الجليكوز والنكهه اللي كتفضلوا، وتخليوهم يسخنوا وديروهم تعمروا بهم الحلوه. انا غادي نعمر بهذا الخليط ديال مربى الفراوله، الخليط كامل الحلوه ديالي كامله، تلقاو مع الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه الاقتصاديه اللي صايبت معكم اليوم بثلاثه ديال الاشكال مختلفه. هذا الشكل الاول اللي صايبت معكم، هذا الشكل الثاني، وكذلك الشكل الثالث اللي درتو بمربى الفراوله. الا كنتو غادي تصايبوا منها كميه كثيره، ما كنصحكمش تستعملوا يعني المربى الحقيقي، يعني ديروا غير الخليط ديال الناباج مع الجليكوز، كيطيح اقتصادي اكثر. انا حين صايبت غير هذه الكميه، فالعجين والمقادير اللي عطيتكم اليوم فهما خرجوا لي 90 حبه، يعني تقريبا 30 حبه من كل شكل. وكان هذا هو الشكل النهائي، وهذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها،
وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا ليا جيم، تبارطاجوها مع الأهل والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي شاركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. هذا كنكون وصلنا لنهاية الوصفة ديالتنا ديال اليوم مع وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.